واحد يجي للبيئة عنده مشكلة في التجارة، في العمل، في الوظيفة، يجي للبيئة ويسوي نزاع في البيئة وصياح وجدال وسال، بعدين يتندم على ذلك، ليش سويت هذا العمل؟ واحد يقوم بمحرم يغضب الله سبحانه وتعالى، بعدين بعد انتهاء الفترة يفكر ليش سويت هذا العمل؟ شنو حصلت من هذا العمل؟ إلا لذة قليلة انتهت.